الكلية هي دليل على أنه الهضامة ما بتتدرس لا بجامعة ولا بمدرسة، هي موهبة من الله ونيال كل واحد عنده إياها. فتنا بالحيط مع أرزة الهضامة أرزة شديع. اسم الله عليك، اسم الله عليك. شو هالجمال، شو هالجمال، شو هيدا. واو، ورعنا كريم. هلا هلا بدي اقول للمطعم كلهم بعد شيء خليها تتشارك، ما في اصغر منا. ذوقوا الحام تبعهم اصغر شي وحده اصغر شوي ارزه هلا يعني بلشنا الاكل ارزه ذوقها بعدين مرقت صحتها لقلبك. تفضلي ارزه، اهلا وسهلا فيكي كمان. انا شو بدها تطعم الجمهور كمان. يلا يا ريت فيني طعم الجمهور قبل. قولوا لي اذا طيبين. روعة. ما بتصدق يعني اذا حدا قال لي انا بقول له ما بصدق. روق ما تكذب هلا، بحط ضميرك وقول. وحياة ضميري؟ ايه. فيني اخذ البقوه معي على البيت؟ اكيد. اياد رح اقول لك معقول انساك معقول. الله يخرب بيتك. غيرك شوكي. انساني انا على طول. على الورق العريش اللي بعطينا اياهم. تفضلي اهلا وسهلا. هلا حنيننا خليهم. ايه بدل بدكم دف. اهلا وسهلا بارجي. بتبلش بالزجل. تفضلي فادي تاتيانا، مبروك البروجرام. ميرسي اول شيء. ميرسي حبيبتي. اول شيء كثير حلو والاسم كثير حبيته. حبيتي وانت حلوه. مش وانتو بتعقدوا مهضومين حبيبتي والناس ناطرينكم. اول شيء انت صغراني كثير. شو عامله بحالك ما بعرف. شوية بوتوكس شوية فيلر هيك من قريبه بس انه ما بقصر. ما بقصر، المهم النتيجة. إذا نتيجتك هيك يعني نتيجة ممتازة ممتازة. طيب تركتي عالم الشهرة، تركتي لعالم الشهرة كرمال الطبخ، خبرينا أكثر عن هالموهبة اللي هيك ظهرت فجأة سرية. كيف طلعت معك القصة؟ هي مش موهبة، فتنا بالحيط. رحت اضطريت تطبخ خلال عالم بدنا نشتغل بدنا نطبخ. لا بحب انه مثل كل أم لبنانية يعني. انا ماني شيف، بطبخ الطبخ التراديشنال اللبناني اللي بتطبخ لك اياه الماما بالبيت. اها هو ذاته الطبخ اللبناني يعني ما بعمل شيء. هو اطيب طبخ يعني. بيني وبينك هذا اللي عم ينبش عليه. هلا بدنا نستحي الاكل الفلسطيني بعقد اطلع. تطبخي لنا معك ذات المطبخ المره الجايه. خلص تطبخي اكل فلسطيني؟ اكيد عندي كثير اصحاب فلسطينيه بتعلم منهم اكل. شو بحب اتعلم من كل الشعوب العربيه. عن جد؟ شو في شي اكله فلسطينيه بتعمليها هيك؟ طيب. اكله فلسطينيه بعملها طيبه مسخن. ايه مسخن. شو بتحب اطيب اكله عندك؟ انا؟ الكبه اللبنانيه. كبه اللبنانيه؟ ايوه. هلا جايه من فلسطين تاكل كبه لبنانيه؟ بيعملوا معمول كثير طيب. اكيد. انا رفقت المعمول من مصر. الله عليكي. تعطيني اياها؟ اكيد. دخلك في مجال اسالك سؤال. نعمل لك شريم ونبعث لك ما تتعذبي. ما بينبق لك توقفي بالمطبخ وتتعذبي. بحب انا كثير المطبخ. تفضلوا اثنين نسوان بس يحكوا خلص يعني نروح على جنب. فادي اول شيء بدنا نقول رمضان كريم للعالم، ان شاء الله هالشهر يكون مبارك عليهم يا رب. تيجي نعمل برنامج طبخ انا وياكي؟ بتعرفي انا انت شو بتعرف تعمل؟ باستا. انا شو بعمل؟ انا بعمل بيض برشت. شو به 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 ليك حبيبي انا طالع ديني من البيض برشت، يا بيض يكون مسلوق مضبوط. ما تجربش هلا لايف البروجرام. يا حبيبي يا حبيبي ما فيك تقول بيض قدامي. ارزي شو السبب يلي خليك تبعدي عن تقديم البرامج والتمثيل؟ السبب هو الانتاج، لانه ما في مصاري، ما في شركات انتاج، وانا ماني من نوع يعني بدي نروح. صرنا نبرم، بتعرفوا انتم من حالكم، نبرم على سبونسر ونترجى سبونسر تيجي او شيء. كنت معوده انه في شركات اعلان وهي بتجيب السبونسوريه ونحن بس بيعطونا البروجرام يعني بنطلع بنقدمه. بقى هالايام كلهم سافروا من غير شر لبرا، ما بقى لنا كثير شركات. نفسيتها تعبانه. ايه فتنا بالحيط. بعد في انا وانت وتاتيانا وهلا صار معنا اياد. ان شاء الله عندي امل بالمستقبل القريب ارجع. سؤال سؤال علمي هيدا ان شاء الله. طب انت ليه ما رجعتي عدتي تجربتك مع هشام حداد؟ لانه إيه؟ هشام اول شيء قد بنتي جوال الكبيره. غير شر يجي قلبه حبيبه.
وقت وقفنا لول يعني انطلق هو بطريقه، ودائما انا من اشد المعجبين فيه. صار محل تاني يعني؟ صار محل تاني لوحده. ليه بده يعني ناجح لوحده؟ ليه بده يحطني انا؟ لك انت ارزه لو انت ارزه بس هيك لانكم نجحتوا سوا كمان. حلو سوا، بس هو نجح لوحده كمان. وانا كمان فيني انجح. بعدكم تلتقوا لهلا؟ ايه بنلتقى دائما، واصحابي كثير وبحبه كثير حبيبي. اكيد ارزي بدي اسالك، باللوك داون انت تركت البلد ورحت على دبي، تركت نعم. مطعمك بفتقه نعم. ورحت تشتغلي موظفه بمطعم نعم. وثاقبت صاحب المطعم هناك ما بيعرف انك شخصيه معروفه بلبنان. نعم. قد ايه كان صعب هذا الشيء عليك انه من بعد ما كنت صاحبه مطعم تصيري موظفه؟ هو كان صعب كثير علي انا، لا يمكن اذا حدا اصغر مني، بس بما انه صرت فايته بالحيط شي مليون مره بهذا البلد، صار عندي يعني تمسحنا، صار عندنا نحن مقاومه مثل ما بقولوا الستات اللبنانيه. مناعه. ايه مناعه، لانه انا بناتي اشتغلوا برا كمان 16 سنه، حطوا مصرياتهم هون بالبنك راحت كلنا بالحيط. نحن جوزي كمان تعويضه راح مثل كل الناس، سكرنا المطعم بسبب الكوفيد. سو اضطريت اوقف على اجري واظهر اشتغل مشان نجيب مصاري. فريش دودو فريش دودو، والله كلنا بحاجه للفريش دودو. فتفودو فريش دودو نجي لهم مشان نساعد ونرجع نوقف على اجرينا، وان شاء الله ما بقى ارجع يعني ما بقى اترك البلد. ان شاء الله ان شاء الله بدنا اياكي هون. وين بتروحي لعدو؟ مثل السمكه بلا مي برات لبنان، يعني ما بقدر اعيش ابدا. مفكرة تغني من بعد ديول مشاهير هيك، تعملي شي فيديو كليب مع هاني أكيد. شاكر مع هاني شاكر. وانت هو بيبكي وانت بتضحكي؟ اكيد ما بحب الغنى الحزين ابدا انا، وكثير كثير عم يعني هلا بدي نزل البوم قريبا. ها تعولي بالي نحن بلشنا لك بالالبوم وانا معك. نحن هلا مبلشنا هيدا اول هيت انت مع هاني شاكر. احضري معي.